الأخوة الآخرين الذين هم الآن في معارضة موقف حزب الله. طيب أنتم ماذا تريدون من حزب الله؟ هل تريدون من حزب الله في لبنان أن يشن الحرب الشاملة أو أن يكتفي برد يجنب لبنان غير المنسجم خلف قيادة حزب الله في موضوع الحرب والسلام؟ الحرب الشاملة ما يعني حددوا موقفكم، لأن أنتم تقومون بإضعاف محور المقاومة والتشكيك في أي عمل يقوم به هذا المحور، وفي نفس الوقت عندما يقوم المحور بالرد وتنفيذ عمليات تجون تقللون من شأنها، ومن لا تقولون وين محور المقاومة؟ طيب حددوا هذا الموقف. محور المقاومة إيران، حزب الله لبنان، يقاتلون لوحدهم. بس ممكن أرد عليك، أنا أسلفت يعني في البداية. السيد علي جوز ما يرد أستاذ نجاح. لا قبل لا ترد ممكن عليك. ممكن أرد أني. لا قبل لا ترد عليك. بس 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 يا واش عليك. بس يا واش عليك أستاذ نجاح. بس خلي خلي. قبل لا ترد. يا واش اسمح لي. بس خلي يخفضون مستوى الفيديوهات. لا مستوى الفيديوهات والحماسة بالخطابات والتغريدات. مستوى الفيديوهات والحماسة. مستوى الفيديوهات، أنت رجل إعلامي، هذه حرب دعائية إعلامية، حرب نفسية. أنا قلت في البداية ليس المطلوب لا من حزب الله ولا من إيران ولا من أنصار الله ولا من فصائل المقاومة في العراق، وبالمناسبة مو كلها فصائل مقاومة، أنا مو كلها أعترف بها في العراق، أنا أميز بين المقاومة في العراق والمقاومة في لبنان. المقاومة لبنان هو أنصار الله، وهنالك بعض الفصائل في العراق. أقول ليس مطلوبا منهم الآن حزب تحرير فلسطين، هذه معركة بالنقاط مو بالضربة القاضية. العرب كلهم ويا الكيان الصهيوني، الغرب كله مع الكيان الصهيوني، الكل. أنت شفت الرد الإيراني في الوعد الصادق، وشوف منو اللي هب لنجدة هذا الكيان. كل الدول حتى الدول العربية، أنت تدري هذه عمليات أنصار الله في البحر الأحمر وباب المندب شلون جاء يجري الالتفاف عليها، من قبل منو؟ من قبل الأردن، ومن قبل السعودية، ومن قبل مصر. مصر فاتحة موانئ لتعويض الموانئ التي يعني كلامك أستاذ نجاح، هذا نزال مفتوح، هذا نزال مفتوح ولا ننتظر الضربة القاضية. بالضبط، نحن نسقط هذا النظام بالنقاط، وربما لا نحتاج إلى ذلك لأنه ينهار من الداخل. يا أخي قبل 7 أكتوبر روح شوف داخل الكيان الصهيوني شنو من أزمة. طيب. كبيرة يعيشها هذا الكيان زي. الصهيوني زي. طيب خلي السيد علي الأمين يرد على هذا الكلام الآن. يعني النقاط لصالح محور المقاومة وإيران، خليني لو سمحت لو صالح لو لصالح الكيان بالنقاط، تفضل. يعني أولا بما يتعلق بأساسا به معركة المشاغلة والمساندة اللي قام فيها حزب الله، بالمبدأ نحن ضدها، بس حتى يكون واضح الكلام، ضد هذه المعركة. وعندما نتكلم عن حزب الله نخاطبه بناء على ما هو قال، يعني ليس بالضرورة تأييدا لا للحرب الشاملة ولا للمشاغلة، يعني الاثنان نحن ضدهم شخصيا ولسنا في هذا الموقف. ثانيا حزب الله، مشكلتنا مع حزب الله ومحور المقاومة انه مش يعني قديسين، يعني عمليا مع اسرائيل يا واش لا يعني عمليا اخ علي أخ علي لا يا حبيبي عمليا انتم مع اسرائيل معلش ما تصادر لي خليني يكفي ما يصير خليني يكفي يا حبيبي اتفضل. يا حبيبي ما يعني مش هالقد فيك تستقبل المستمع والمشاهد اذا انت مش مع ايران لا مثل لا اذا انت مش مع ايران يعني مع اسرائيل ماكو خيار اخر اذا انت مش مع حزب الله يعني مش مع اسرائيل اذا مع فلسطين او مع اسرائيل مع اسرائيل شو هذا المنطق شو انت ما يصير تجي شو هذا المنطق الفلسطينيين كلهم مع ايران الفلسطينيين كلهم مع حزب الله تقف مع فلسطين انا ما قطعتك يا استاذ نجاح يا استاذ علي ما قطعتك استاذ علي تفضل ما قطعتك يا استاذ نجاح
خليني كفي ما قطعتك. كفي كفي ما قطعتك انا ما قطعتك وكان في قطعك انتوا عم تحكي بك كيف استاذ يعني كمل يا حبيبي فيك تحكي بس خلص تفضل بس انت بدك شيء يعني احكي اذا بدك شيء يعني استاذ نجاح استاذ نجاح احكي 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 استاذ نجاح ارجوك ارجوك انت قبل شوي كنت تحكي على مشكلتنا وتقول انا خجل امامك شو القصة اي طبعا انا احترمهم واحبهم طيب انطي فرصه انطي فرصه سيدي اقول رايي تفضل سيدي تفضل خلينا نقول راينا تفضل كمل جملتنا خلينا نكمل الجملة فضل. انا بدي اقول حزب الله ايضا ايضا فضل. توصيف موضوع توصيف موضوع المقاومة المقاومة لا يمكن ان تكون هي حزب وشيعي مذهبي المقاومة ايضا يجب ان تعبر عن الاجتماع اللبناني شو هالمقاومة اللي ممنوع يقاتل فيها الا حزب الله او تحت امرة حزب الله وبقرار ايراني مش قرار لبناني هذا مسألة واضحة بتروح على حرب المشاغلة وبتفوت فيها اليوم بيطلبوا انه يناقشوا بمجلس النواب الحرب مش معني اللبنانيين الاخرين مش محسوبين هؤلاء مش محسوبين خلص بتقول انه المقاومه لانه هذا المنطق اللي بيقول اذا انت مش مع المقاومه يعني مع اسرائيل ما هو بهذا المنطق عم بيصادروا كل شيء في البلد